الحقيقة إن الأعطال التقنية اللي حدثت امبارح في العالم أثارت ضجة، مش بس من أثارها السلبية اللي طالت الكثير من المطارات في الدول المختلفة، لكن كمان مجموعة من الأحداث اللي ترتبت عليها. وكان من أبرز اللي حصل امبارح إن رئيس الوزراء تابع الأعطال التقنية العالمية وشكل خلية أزمة من الجهات المعنية المختلفة. أكاديمية الشرطة احتفلت كذلك بمناسبة انتهاء فعاليات العام التدريبي 2023-2024، ودي كانت أبرز الأخبار امبارح. صحيح، من ضمن كمان الأخبار اللي حصلت امبارح، بتتواصل فعاليات مبادرة كلنا واحد معاك في كل مكان لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين. تفاصيل هذه الأخبار وأخبار تانية هنعرفها في التقرير اللي جاي. الأخبار اللي حصلت امبارح شهدت مجموعة من الأحداث، أبرزها أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تابع الأعطال التقنية العالمية اللي تسببت في مشاكل أثرت على عدد من البلدان بما في ذلك المطارات وشركات الطيران ووسائل الإعلام والبنوك. وجه رئيس الوزراء بتشكيل خلية أزمة من الوزارات والجهات المعنية للوقوف على تأثيرات وتداعيات هذه الأزمة والتعامل معها. في نفس الشأن أعلنت وزارة الطيران المدني تشكيل غرفة لمتابعة تطورات الموقف وأثره على حركة الطيران أولا بأول، وأكدت أن جميع المطارات المصرية تعمل بشكل طبيعي حتى الآن ولم تتأثر أي رحلات مغادرة من الأراضي المصرية طبقا لجدول تشغيل الرحلات المقررة لها. امبارح أقامت كلية التدريب والتنمية بأكاديمية الشرطة احتفالها الدوري بمناسبة انتهاء فعاليات العام التدريبي 2023-2024 بتخريج الضباط والضابطات المتدربين بالدورة التدريبية 13 والأخيرة بالكلية، واللي تم تدريبهم بمعهدي القادة لضباط الشرطة تدريب ضباط الشرطة والمركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام. امبارح وصلت وزارة الداخلية فعاليات مبادرة كلنا واحد معك في كل مكان تحت رعاية رئيس الجمهورية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من قاطني المناطق الأكثر احتياجاً والسيدات المعيلات. واطلع قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بالتنسيق مع القطاعات الأمنية والجهات المعنية بتوجيه قوافل طبية وإنسانية استهدفت عدد من القرى والتجمعات السكانية بنطاق محافظة السويس لتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم للمواطنين، وتم توزيع عدد من العبوات الغذائية والمساعدات العينية وتوقيع الكشف الطبي على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم ليهم بالمكان، وأيضاً توزيع بعض المساعدات العينية على عدد من السيدات المعيلات من ذوات الاحتياجات الخاصة.